أسلم والله غير هنا يتعيى ويصرى كريم لهنا والله الغالي المقيم من الربعة انت العشية وروح والله ما كان لا أمن لا والو هنا بالمواس بالشواقر صلي على النبي صلى عليه وسلم صح عايشك شوف ها احنا يا الأمن متوفر هنا أكثر من أي منطقة ها هذه واحدة كيفاش هدره الوالي ديال باتنا المواطن كيقول له راه ما كاينش الأمن هو تيقول له لا كاين أكثر من أي منطقة دابا شكون اللي خصو يشكي واش المواطن تيقول لك أنا ما عنديش الأمن الوالي كيقول له لا راه الأمن كاين هذا ما بغيتش تفهم ليا هذه إلا ما شكاش عليك داك المواطن وقال لك راه ما عنديش الأمن وتقول له أوكي واخا غنوفر لكم الأمن كتقول له لا كاين يعني ما تشكيش قول كاين ما تقولش ما كاينش هذا ما بغيتش تفهم ليا هذاك والي باتنا اليوم هذا اليوم انا ما بلي ما فهم شي حاجه انا ما بغيتش تفهم لي هذه القضيه هذه واحد غادي يشكي على الوالي اللي هو بمثابه الرئيس في الجزائر حيت يوم تيروا الرئيس كيقول له لا راه كاين الامن واش الوالي عايش في المحطه وراه السيد اللي خدام تما تيقول لك ما كاينش كيجبدوا عليهم المواس لا حول ولا قوه الا بالله بلاتي مازال نوريكم في الجزائر الجديده اليوم كار سوي 500 مليون ديال 1996 ركبوا فيه الموظفين تركبوا وبداو كيركبوا فيه المواطنين في الجزائر الجديده تفرج معايا حافلات اقلت موظفين في بدايه مسارهم المهني هم اليوم على مشارف التقاعد الا ان هذه الاخيره أبت ذلك سعر هذه الحافلة مثلا حسب أصحابها يتجاوز 500 مليون هو ما يدل على ارتفاع أسعارها سبب رئيس وراء تمسكهم بها وعدم استبدالها بأخرى جديدة قبل 2017 كانوا رخاص دوكا غاليين بزاف دوكا ولاو صح غاليين الله يكون مع الإخوان ديالي الله يكون معكم في الجزائر هاد الكيران لما تشوفهم ونسمع بأنه الجزائر عندها الغاز وعندها البترول وعندها الفوسفات وعندها الغيران ونشوف هاد الحظيره ديال الحافلات في الجزائر الجديده ويركب فيها خويا المواطن الجزائري فما يمكن لي ان نقول لا حول ولا قوه الا بالله العظيم الله يكون مع الاخوان في الجزائر هادشي راه اليوم بالمناسبه اليوم لا حول ولا قوه الا بالله الله يكون معكم إخواني الكرام الله يكون معكم بالمناسبة والله يسهل عليكم وربي معكم وبالمناسبة ما ننساش نقول الإخوان في الجزائر مبروك عليكم يعني واحد جوج لي زوزين يتحلوا إن شاء الله كيسميهم في الجزائر ملبانة اللي هي الملبانة حيت في المغربية المحلابة وزينات قال لك غادي يصنعوا الحليب باش ينقصوا شي شوية من هاد الأزمة اللي كاينة ديال الحليب فأنا غندير لكم الارتيكل في كومونتير لا حول ولا قوة إلا بالله